مرحبا صبايا، أهلا وسهلا فيكم في بطبخي أطايب أم الريش. اليوم رح يكون معنا ضيف شطور، أمور، أطقوط وكمان دلول. يا ترى مين رح يحضر معي عصير النعناع والليمون في المطبخ؟ مرحبا، كيفكم اليوم؟ حنحضر عصير النعناع. رح أحضر أطيب عصير نعناع وليمون. يلا يا شباب، خلينا ندخل على المطبخ ونحضر أطيب عصير ليمون ونعناع. أكيد رح يعجبكم العصير من بين إيدي. بدي منكم تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس التنبيهات. عصيرنا مليان فيتامينات ومعادن وكالسيوم. مين رح يسوي طريقتي اليوم على عصير النعناع؟ يلا خلينا نحضر عصير النعناع. دخل يوسف على المطبخ وصار جاهز لتحضير عصير النعناع. هون عنده ليمونتين وعنده جرزة نعناع منظف ومغسول كويس. رح يضع يوسف داخل بريق الخلاط 1 لتر ماء بارد. رح يضيف فوق الماء 1 فنجان سكر، طبعا بتضيفه حسب الرغبة. ورح يضع جرزة النعناع المغسولة والمنظفة. طبعا رح نحط ليمونة بقشرة وليمونة مقشرة ونقطعهم لقطع صغيرة ونحطهم بتقلي الخلاط. كمان رح يضيف يوسف 1 لتر ماء بارد فوق الخليط وبالبريق، وهيك بكون البريق جاهز لنضعه على الماشين. حبيبي يوسف المرتب عم بيلم الأواني الوسخة ورح يحطها على طاولة المطبخ ورح تصير الطاولة نظيفة. برافو عليك يا يوسف. يوسف نظيف كتير ومرتب، دائما بيساعدني بالمطبخ وبيساعدني بتنظيف البيت وبترتيب البيت كمان. أنا دائما برتب ونظف مع أمي البيت. يوسف شغل بريق الخلاط وصار يخلط مزيج النعناع والليمون والسكر والماء البارد لحتى يصير لونهم أخضر أو يتغير لونهم إلى اللون الأخضر. أنا بتمنى الصبيان والبنات يتعلموا. أنا بتمنى أن كل الصبيان والبنات يتعلموا ويصيروا حبابين مع أمهم ويساعدوها في المطبخ. وهون يوسف صبر كتير لبين ما انخلط النعناع والليمون وصار لونه أخضر، وفرح كتير لتغير لون المزيج إلى اللون الأخضر. وهون عم بيقلكن حطوا لي لايك لايك لايك. خلص يوسف من خلط العصير، وهون عم بيصفي العصير بالمصفي وهو فرح جدا لان العصير صار لونه اخضر. صفى يوسف العصير بشكل جيد لحتى صار العصير نقي ولونه اخضر، واكيد يوسف رح يدوقه اذا لازمه سكر ويزيد عليه سكر. فرحان يوسف كتير وعم بسوي حركات مع تحضير عصير النعناع والليمون، ومبسوط كتير شو عمل وأنجز بالمطبخ. وبتمنى من كل الأطفال تتشجع مثل يوسف ما بيحضر معي العصير في المطبخ، يدخلوا مع ماما ويحضروا العصير وهن صايمين في شهر رمضان. انتهى يوسف من تصفية العصير. عم بيضيف يوسف التلج جوا الكاسات لحتى يسكب العصير في الكاسات. يسلموا ايديك يا يوسف، انجزت معنا عصير ولا اطيب من هيك، عصير النعناع والليمون. شكرا كتير يا ماما. هون عم بيحط يوسف النعناع ليزين الكاسات، وعم بيضيف حلقات الليمون كمان لتزيين الكاسات.
وهلأ رح يسكب يوسف عصير النعناع. جربوا كل العصائر لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم. تابعوني دائما، رح أقدم لكم أطيب العصائر يا شباب ويا بنات. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد.